وقفة احتجاجية لعشرات صحفيين أمام مقر مجلس الصحافة السوداني، وهتافات تندد بإجراء لافت وغير مسبوق أقدمت عليه السلطات الحكومية بمصادرة 14 صحيفة في يوم واحد ودون ذكر أي من أسباب تلك المصادرة. خطوة واجهها المحتجون بالرفض، وحملوا الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى، ووصفوا القرار بأنه انتكاسة للحريات الصحفية. صحيح توالت المصادرات والانتهاكات لحقوق الصحفيين، ولكن الآن طفح الكيل. والله ده مؤشر خطير جدا جدا، وبيشير لأنه في كارثة هتحصل في الحريات الصحفية في السودان. مجلس الصحافة والمطبوعات قال إن رسالة وصلته من الجيش السوداني يحتج فيها على نشر أخبار تتعلق بالقتال في جنوب كردفان غير صادرة عنه، فيما بدا تبريرا غير مباشر لما جرى. لكن المجلس وصف الإجراء بأنه مضر بمصلحة البلاد ويعرضها لمزيد من الضغوط، مؤكدا شروعه في معالجة تضمن ممارسة صحفية مسؤولة. دي خلتنا نقرر أنه نخطو خطوة لقدام في أنه نعمل لقاء مع كل الجهات المختصة حتى نتحاور ونصل إلى الأسلوب الذي يضمن يعني ممارسة صحفية صحيحة. التضييق على الصحفيين في الآونة الأخيرة ومصادرة بعض الصحف التي تتناول الأداء السياسي والتنفيذي بجرأة صار ملمحا في معالجة السلطات لهذه القضية، واقع وصفته بعض قوى المعارضة بأنه عقوبة قصد بها إخضاع الصحف وسيطال بتأثيراته على عمليتي الحوار والانتخابات. هي عقوبة بحاول فيها جهاز الأمن تركيع الصحف في منحة، أنا بفتكر أنه منحة خطير، ويعبر عن حالة بتاع الضيق بالرأي الآخر. منع السلطات السودانية أكثر من 10 صحف من التوزيع يعد سابقة في تاريخ البلاد، ويرى المدافعون عن حرية التعبير أن هذه الخطوة تمثل مجزرة في حق الإعلام وتتناقض مع توجيهات رئاسة الجمهورية برفع الرقابة عن الصحف. أسامة سيد أحمد، الجزيرة،